شكرا يا دنيا. شكرا على ايه؟ شكرا انك كنت تدافع. عمري ما كنت هعرف اكون الشيخ اللي بيدور فعلا على تجديد دين. التعصب المتاجرين بيه. انا ما عملتش حاجه. انا اللي عايز اشكرك. طب بما انك مسافر السعوديه فاكيد هتعمل عمره هناك. وعدوني بالحج السنه دي بامر الله. كنت عايزه اطلب منك طلب. انت تؤمري يا تونا مش تطلبي. ممكن تسلم لي على النبي عليه الصلاه والسلام هناك. عليه الصلاه والسلام. طول عمري كان نفسي اصلي في الروضه. والمس شباك النبي. طب وليه ما تسلميش عليه بنفسك؟ ازاي يعني؟ متجوز يا تونا. على فكرة السلام بيوصل عادي يعني، مش لازم تورط نفسك. طب وايه التوريطة في كده؟ ليه لا؟ يعني ايه اللي يمنعها؟ الظروف كلها ضدنا. انت عارف ان انا عندي مشاكل كتير وادائي ما بتخلصش، غير ان انا لو اتجوزت الحضانه هتروح مني، واكيد والدتك هتمانع واهلك كلهم هيعملوا لك مشاكل، وبعدين انت اصغر مني بكتير والحياه كلها قدامك، ومش عايزك تبتدي حياتك بمشاكل. في كل اللي انت قلتيه ما جبتيش سيره ان انت اللي بتمانعي، يبقى اي حاجه تانيه هنعرف نواجهها ونقف قصادها. ما تتقلش حمولك يا يحيى، وما تعطلش مشوارك عشان أي حد. بس انت مش أي حد يا تونا. عموما أنا هفضل مستنيكي طول الوقت، ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو ماشيا على الرأس. خلي دي معاكي، يمكن تفتكريني بيها.